وعدتكم أن أتكلم شيئاً سريعاً إن شاء الله عن مصير الشمس. طبعاً كما تعلمون الشمس هي أم المجموعة الشمسية، تبعد عن الأرض مسافة 90 مليون ميل أو 150 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. يقطعه الضوء في 8 دقائق. ذكرت لكم قبيل قليل أن قطر الشمس يعادل أو يساوي 1,400,000 كيلومتر، في حين أن قطر الأرض 12,800 كيلومتر، ولذلك حجم الشمس أعظم من حجم الأرض 1,300,000 مرة. إذن هي جرم غازي أيها الإخوة، ضخم جداً جداً بهذه الضخامة، مكون من الغازات بشكل أساس. طبعاً مكون من الهيدروجين وهو أكثر الغازات انتشاراً في الكون، ثم من ثاني أكثر الغازات انتشاراً وهو الهيليوم. أكثر غاز منتشر الهيدروجين أو الهيدروجين، ثم الهيليوم الشمس، مع بعض الأشياء الأخرى الموجودة أيضاً في كوكبنا الأرضي مع تفاوت النسبة. يعني ما يتركب منه الشمس أو تتركب منه الشمس هو ما تتركب منه الأرض والأجرام الأخرى مع اختلاف النسب. ما يحدث أيها الإخوة أنه كما اكتشف في 20 الرابعة من القرن 20 المنصرم تقريباً 1938، اكتشف أن الشمس تنتج وتصدر طاقتها هذه عن طريق عمليات ذرية تسمى عمليات الاندماج، الفيوجن، اندماج وليس الانشطار. لذلك مبدأ القنبلة الذرية ما هو؟ الانشطار. مبدأ القنبلة الهيدروجينية الاندماج، بايندينج انيرجي، طاقة الربط هي، هذا ما تتحرر طاقة عظيمة جدا جدا، أعظم من الطاقة الانشطارية. ما يحدث في جوف هذا الفرن الهائل المسمى بالشمس، الشمس أيها الإخوة، إنه تندمج نوى ذرات الهيدروجين، كل زوج منها يندمج فيشكل ماذا؟ يشكل نواة لذرة جديدة هي نظير الهيدروجين، ديوتريوم، ديوتريوم نظير الهيدروجين باندماج زوج من نوى ذرات الهيدروجين. بعد ذلك تندمج ذرات نظير الهيدروجين ديوتريوم هذا كل ثنتين بالاندماج لكي تكون ذرة هيليوم واحدة. طبعاً عند الاندماج تتحرر طاقة ماذا؟ تنتج طاقة تسمى طاقة الاندماج، وهي طاقة هائلة جداً. الشمس أيها الإخوة تنتج في كل ثانية من الطاقة ما يساوي 4 × 10^-33 واط. يعني 4,000 أخذنا 3 أصفار، ظل عندنا كم؟ 30 صفر. إذن 4,000 مليون 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 واط. طبعاً لأنه 4 × 10^-33، بعدوا لي 4,000 ظل 30 صفر، 30 × 6 مليون 5 مرات مليون. يعني 4,000 مليون 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 واط في الثانية. أوف، معناها الكميات التي يحدث فيها هذا الدمج والاندماج كميات مهولة جداً. صحيح، قلت لكم 3,600 طن أو طن في الثانية. كل هذا يتحطم لكي ينتج هذه الطاقة عن طريق ماذا؟ الاندماج. عن طريق ماذا؟ الاندماج. عجيب جدا. طيب إذا الشمس تفقد في كل ثانية 3,600 طن في كل ثانية، هذا لو سمع به جالينوس ينتحر مباشرة، يضع حبلة في السماء ثم ينتحر، لك الأرصاد. معناها على طريق الجالينوس هذا لابد أن تكون الشمس فنيت بعد ساعة من خلقها. لا، هو لا يعرف حجم الشمس كم هو، حجم مذهل ومخيف، 1,300,000 مرة بقدر حجم الأرض. هذا ولا شيء، هذا لا يظهر. ولذلك كما قلنا في عمرها الآن وهي نجم شاب متوسط العمر، عمره 5,000,000,000 سنة، 5 مليارات أو 5 بليون بالأمريكي، 5 بليون 5 بلايين سنة إلى الآن، وما زالت فتية في شبابها، مقدر لها بعون الله تبارك وتعالى أن تعيش 5 مليارات. في آخر عمرها ماذا سيحدث يا إخواني؟ في آخر عمرها سينفذ هذا الوقود. طبعاً لأنه هذا ليس لا نهائياً كما يعتقد جالينوس وابن رشد وأرسطو، لا، هذه مادة غازات وسوف تنتهي أبداً، لا بد أن تنتهي. طبعاً هذا مكتوب، الفناء هو الموت والدثور. العالم الميكروبولوجي المصري الرائع الذي حببني في العلم عبد المحسن صالح رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، عنده مبحث ممتاز في عالم الفكر برضو قرناه في أيام الصبا، اسمه شيخوخة وموت النجوم، من أجمل، في حوالي 70 صفحة كبيرة، كله تحدث كيف تموت النجوم. نحن نلخص الآن كيف تموت الشمس. قال تعالى فإذا النجوم
طمست إلى الشمس كورت، ولم صحيح هذا هو. كيف ستكور؟ كيف ستطمس؟ كيف حتموت هذه؟ وهل حتطمس فعلا؟ وما معنى طمست يعني؟ يقول لك طمس الله أي نور بصره، النور يطمس، ولم صحيح معناها الشمس في يوم الأيام حتبطل قادرة، لن تعود قادرة على ماذا؟ أن تبث لنا إيش؟ الضياء والحرارة. صح، هذه نهاية الكون ونهاية الشمس ونهاية مجموعتنا ونهاية حياتنا على الأرض هذه. ما في، قال لك إيه حين تستنفذ إيه وقودها عفوا، إيش اللي بصير يا أخواني؟ حتخضع لعملية انكماش. لما تستنفذ الوقود ستنكمش أيها الإخوة. لما تنكمش بسرعة إيش يحصل؟ ترتفع ماذا؟ الحرارة، ترتفع إلى درجة مهولة. في هذا الارتفاع بصير إيه؟ كل 3 ذرات هيليوم النوى فيها أو النوى جمع نوى تندمج لكي تنتج لنا إيه؟ نواة كربون، كربون سي 6 بروتونات. كل 3 هيليوم بصير إيش؟ 1 كربون، 1 كربون، 1 كربون إلى آخره. تمام؟ تحت ظروف معينة طور علماء الكوزمولوجيا إيه في شرحها، ظروف معقدة، إيش اللي حيصير؟ حتعاود الشمس تنتفخ، مش انكمشت الآن؟ حترجع تنتفخ انتفاخ رهيب جدا، وتكبر، تكبر 175 مرة. غريب هذا الرقم، بيساوي إيه؟ الرقم ذكره أبو حامد إن هي أكبر من الأرض 176 مرة تقريبا. لا، هي حتكبر 175 ضعف، يعني 175 شوف ضرب 1,300,000، شوف قديش حتصير هذه. يعني تقريبا إيه حوالي 200 مليون مرة قد الأرض حتصير تقريبا. 190 200 مليون اضرب، يعني سهلة. فحتبتلع الزهرة وعطارد، وتقترب من ماذا؟ من الأرض قربا شديدا، قربا شديدا أيها الإخوة. وطبعا لأنها الآن انتفخت وضاعفت 175 مرة واقتربت يا إخواني، لن نعود نرى في الأفق إلا الشمس. شيء مرعب مخيف. الله لا يعيشنا لتلك الفترة، مين بده يعيش أصلا بعد 5 مليون سنة؟ فأنت حتشوف الأفق، بس أنت الشمس، الشمس هذه تسد الأفق كله، كأن السماء كلها إيش هي؟ شمس. والعجيب قال لك بهذا الحجم المنتفخ والكبير جدا جدا ستكون حرارتها باردة، تبرد، فيصبح لونها يقول علماء الكوزمولوجيا أحمر ضارب للزهري. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، الوردة حمراء دائما كالدهان، لون زيتي. السماء لأنه أنت الأفق حيصير كله إيه؟ شمس، مش حتشوف غيرها، السماء هي الشمس حتصير، ما في، لأنه 175 مرة تطلع الشمس يذهب الأفق كله بلون أحمر. بعدين هاي بسموه إيش؟ بسموه العملاق الأحمر، ريد جاينت، العملاق الأحمر هذا هو. الشمس في هذه المرحلة تسمى العملاق الأحمر. بعدين تخضع سبحان الله لسلسلة من الانكماش والانتفاخ، الانكماش والانتفاخ بالطريقة هذه، وتفقد دائما مزيدا إيه؟ من بقايا طاقتها وموادها وغازاتها إلى أن تستقر في النهاية، فلا تعود إيش؟ تنتفخ، تستقر في حجم صغير جدا أيها الإخوة، يسمى ماذا؟ يسمى القزم الأبيض، وايت دوارف، وايت دوارف. قال تعالى إذا الشمس كورت، تخيل تلف على بعضها وبصير كالعمامة، تكور تكوير إيه؟ العمامة. هذا آخر شيء يصل إليه مصير الشمس. هذا العلم كله وهذه النظرية هي المبسط عرضها لمستقبل ومآل الشمس لا يمكن قبولها وفق المنظور ماذا؟ الفلسفة الإغريقي، لا يمكن قبولها عند إيه؟ عند ابن رشد، ولكنه منظور مقبول تماماً وسيقبله بمنتهى النشوة والسعادة مين؟ إمامنا حجة الإسلام الغزالي. يقول هذا مطلوب، أنا قلت لكم هذا تخضع له كل إيه؟ أجرام إيه؟ الكون وأجرام السماوات والأرض، مش بس أجرام إيه؟ الأرض.